بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يحكى أنه كان أبو كما الحجاج بن يوسف الثقفي عليه أو له من الله ما يستحق كان يسبح في نهر عنده وأوشك أن يغرق، وبالمصادفة كان رجل من المسلمين يمر بجانب ذلك النهر الذي يسبح فيه الحجاج ويوشك أن يغرق، فلما سمع رجلا يستغيث ولم يعلم أنه الحجاج فلما سمع رجلا يستغيث في النهر خلع الرجل ملابسه ونزل النهر وأنقذه. فلما أنقذه قال له الحجاج: اطلب ما شئت يرحمك الله فطلبك مجاب. فتعجب الرجل وقال: ومن أنت يرحمك الله حتى تجيب لي أي طلب قد أطلب؟ قال له: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا الحجاج بن يوسف الثقفي. وعندها صدم الرجل وقال: حياك الله، إن لي عندك طلبا واحدا يرحمك الله. قال: وما هو؟ فاطلبه فهو مجاب. قال له الرجل: إذن لا تخبر أحدا أنني أنقذتك. يا رب تكونوا بخير يا شباب، أهلا بحضرتكم من جديد في سلسلة تعليم Windows 7 Basic Skills from Scratch. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معدنا والسكشن الرابع. طيب في الموضوع على طول كده هنبتدي نتكلم في النقطة الأولى على طول عن أنماط التحديد. أدي أول نقطة تكلمنا بها خاصة بالسلكشن. سي مثلا انا كان عندي شويه الايكونز دولت اهو، انا كده عملت سيلكشن على فكره. ممكن عندي مجموعه طرق مختلفه، انا عايز لو عايز اعمل سيلكشن لمجموعه من الايكونز، سي مثلا هسحب الماوس عليهم واديهم المكان اللي انا عايزه، سي او انا ممكن اعمل كليك يمين واستنى اي امر من القائمه المختصره بتاعهم كلهم، كما اني ممكن احدد مجموعه معينه اوديها في مكان معين. ده كان اول نمط. النمط الثاني ممكن احدد باستخدام الكنترول سي. لو انا عملت سيلكشن على اول ايتم واكشولي عايز اعمل سيلكشن لاكتر من ايتم تاني، يعني مش عايز اعمل سيلكشن دول كلهم، لا اكتر من ايتم متفرجين، هنا المفتاح السحري هيكون الكنترول سي. ادي سيلكشن كنترول وانا هولد اون عليها، ضغط عليها، ده الايتم التاني، ده الايتم التالت، ده الايتم الرابع سي، بعدد الايتمز اللي انا عايزها. طالما انا ضغط على كنترول هو هيمشي معايا عادي جدا. طيب الطريقه او المفتاح الثالث في التحديد الشيفت العاكس سي. الشيفت بقى بيعمل حاجه غريبه شويه. لو انا عملت سيلكشن على اول ايتم سي ودايس شيفت ورحت لاخر ايتم هيحدد لي كل العناصر ما بين اول ايتم انا كنت اعمل له سيلكشن واخر ايتم هضغط عليه سيلكشن سي. لو انا عملت كده وعملت شيفت وانا ضغط على شيفت وعمل هولد اون للايتم ده سي، حدد لي كل الايتمز اللي ما بين اول ايتم انا عملت له سيلكشن واخر ايتم انا عملت له سيلكشن، ده زرار شيفت. يبقى الفرق ما بين كنترول وشيفت، كنترول سنجل حاجه كده، كل ما انت ضغط كنترول ممكن تعمل سيلكشن على حاجه، الشيفت بيحدد من اول ايتم انت واقف عليه لغايه اخر ايتم انت بتوصل عنده. ممكن استخدم الكنترول والشيفت مع المسطره، يعني انا هسيب الماوس دلوقتي خلاص هعمل سيلكشن على 1 ايتم تمام، وضغط على كنترول وهمشي بالبوينتر بالاتجاهات انا عايز ده، لو عايزه هبتدي اضغط على المسطره السبيس عايزه تمام اوكي، عايز ده لا اللي جنب منه ماشي اوكي، اللي بعد منه ده لا ماشي اوكي، ده لا كده، ده اللي هي بالكيبورد. كما انها برضو تمشي بشيفت او سي، انا ضغط على شيفت واللي انا عايزه كل ما امشي هبتدي يتعمل له سيلكشن، اطلع فوق او بالاتجاهات عالي جدا كل ما انا وماشي هبتدي اعمل له سيلكشن. ده بالنسبه لي اول مهاره يا شباب. النقطه الثانيه خاصه بتغيير الثيمات وازاي ابتدي اعمل داونلود لثيم معين من على موقع مايكروسوفت سي. على سبيل المثال طيب خلينا نقول ازاي اغير ثيم، هنضغط كليك يمين وبيرسوناليز بيرسوناليز عشان ابتدي اغير ثيم. انا اكشولي شغال على ويندوز كلاسيك علشان عشان اقدر اوصل لافضل جوده اسجل بيها الفيديو، فالقصص بتاعه المظاهر والكلام ده يعني مش بيبقى جودته جميله يعني بتقلل من جوده التسجيل، فعشان كده انا شغال على على الويندوز كلاسيك. كما ان ويندوز كلاسيك اوفر في الرام، يعني بيخلي الرام يعني المظاهر والحاجات دي بتاخد من مساحه الرام، فانا نقلتها علشان افضي مساحه مش اكتر.
طب دولت بنقول عليهم الثيمز ديت ايرو اهو. سي مثلا انا عندي مجموعه من الثيمز، انا كنت مطبق واحد الايرو ثيمز ديت اللي بتنزل افتراضيا مع نسخه 1 2 3 4 5 6 ثيمز. ايرو معناها شفافه، تمام. الحاجه الثانيه اسمها بيزك اند هاي كونتراست. شفت هاي بيزك اساسي ان هاي كونتراست، وضوح عالي، وضوح عالي يعني ديت وضوحها عالي. انا لو عايز اعمل ابلكيشن او عايز اطبق سين، كل اللي انا عليا اعمله ان انا مثلا اضغط على الاركتكتشر اهو وكليك، واستنى كده هو غير لي ثيمز وبقت الاير وهي شغاله والامور بقت ايه عاديه. ده ازاي ان انا اطبق ثيم معين. سي طيب ازاي انا ابتدي اعمل داونلود لثيم معين؟ انا هضغط على جيت مور ثيمز اونلاين، هضغط على جيت مور ثيمز اونلاين هيوديني على صفحه مايكروسوفت الخاصه بالثيمز وابتدي اعمل له داونلود. اكشن انا كنت نزلت ثيم في الداونلودز، ما تيجي نشوف شكله. هيبقى بالشكل ده يا شباب، هيبقى اهو زي ده مثلا. انا كنت نزلته، كل ان انت اللي عليك تعمله انت بس تضغط عليه دبل كليك بس، يبتدي اوتوماتيك يتعمل له ان باكينج ويتفرد، وكمان يتطبق في الخلفيه وينزل لك في الثيمز. يعني اهو كده انا كده اتطبق عندي الثيمز في الخلفيه ونزل لي في قائمه الثيمز باسمه زي ما هو. انا ممكن اعمل له ايه سيف او سيف. ده بالنسبة لي الثيمز. الأمر الثاني بخصوص لو كان الثيمز الثيم فيه مجموعة ألبومز، يعني صورة وصورة وورق زي ده مثلا، فالتالتة هينشط معاه حاجة اسمها نيكست ديسكتوب باك جراوند عشان أوصل للصورة الثانية في الثانية في الثانية وأنت ماشي. طب أكشوالي لو كان الثيم زي الأولاني أنا كنت مطبقه اللي هو مثلا أونلي صورة واحدة بس، بجي كليك يمين ما في الخيار بتاع نيكست ديسكتوب باك جراوند. طب خلينا نتكلم كده بخصوص الديسكتوب باك جراوند. أنا عايز أغير خلفية سطح المكتب. سي قلت حاجات كتير جدا، ممكن اعمل براوز وابتدي اروح للمكان اللي فيه الصوره مثلا وابتدي ايه او سي ماي بيكتشرز وادي بيكتشرز وابتدي اختار صوره معينه وسمبل بيكتشر ماي دوكيومنتس، او انا مش عارف الصوره بتاعتي فين اهو سي على سبيل المثال. الله المستعان يعني عادي انا عندي صوره اهي ومخليها مفيش مشاكل. ديت كانت طريقه. كمان ممكن اعمل ان سيلكت وابتدي اعمل كلير للحاجات اللي عملها سيلكشن، اشيلها خالص او احذفها خالص. كمان ان في ناس، في بعض من الناس قالت اني مثلا سي لو انا كان عندي صوره معينه ايا يعني كانت هي ايه، مثلا خلينا نقول ديت مثلا على سبيل المثال، ممكن اضغط كليك يمين عليها واخليها سيت ديسكتوب باك جراوند، اكشوالي هينفذ وهيخليها لي بالفعل خلفيه اور باك جراوند. كان في طبعا اختلاف ظهر ما بين الديسكتوب لما اضغط كليك يمين وسيت ديسكتوب باك جراوند، هو بيعملها لي سنتر فبيخلي لي الصوره اللي انا عينتها خلفيه بابعادها هي بكسلها هي في نص البتاع بالظبط، فبيبتدي بيسود لي كل المسافات اللي عليها. فقلنا هنحلها ازاي بستريتش. ادي الاستريتش عندي مجموعه من الاوبشنز، عندي فيل بيملى الشاشه، فيت على حسب ال برضه البكسل بتاع الصوره، الاسترتش بيشدها طبعا ده بيأثر على جودتها، تايتل بيخليها زي الاستام كده، والسنتر بيخليها في منتصف الشاشه على حسب برضه جودتها. كما اني ممكن لو كان عندي البومز على سبيل المثال، لو انا كان عندي مجموعه من الصور، خلونا نختار مثلا ثيم زي ده وابتدي اضغط على ديسك توب باك جراوند، هياكتف معايا الوقت التشينج بيكتشر افري، انا اغير الصوره الثانيه كل ايه بالظبط. ممكن اخليها له كل 10 ثواني، كل 30 ثانيه، كل مينت، وممكن شلف اللي هو مش مترتبه براحتك يعني. الله المستعان. ديت الخاصه بالقصه دي. كمان انا ديت المهاره اللي كنت عايز اتكلم عنها، ممكن اعمل كلير اول اور سيلكت اول، ممكن اعمل لهم سيلكشن كلهم، كما اني ممكن اعمل لهم كلير امسحهم خالص اور اني ثينج، تمام. ده بالنسبه للديسك توب باك جراوند. النقطه الثانيه خاصه بويندوز كلر. ويندوز كلر ديت زي برضو ايه لون الويندوز، لون الويندوز بيمشي مع لون الثيم. يعني مثلا لو انا بص على الايرو، بص كده على الشريط، على شريط العنوان هتلاقي اللون برتقالي، خليه كده مثلا ده اللي هو الروبي، هتلاقيه بيجي مثلا فوشيا او ده لا فوشيا فين الفوشيا هتلاقيه، وهكذا. الله المستعان. ده بالنسبه للويندوز كلر. الساوند صوت النظام، السكرين سيفر، شاشات التوقف. خلنا ايه نقول مبدئيا ايه اصوات النظام. زي مثلا تخيل لما انت تحط يو اس بي، لما تحط فلاشه مش بتلاقي صوت معين، الاصوات دي بتنزل مع النظام ده. تخيل مثلا الصوت اللي هو اول ما بيفتح ويندوز 7 بيطلع صوت معين، ده بيكون موجود. ديت اللي هي خاصه بايه اصوات النظام. السكرين سيفر خاصه بشاشات التوقف، ديت الشاشه اللي بتحفظ الجهاز لما انت تكون سايبه مثلا فتره معينه. انا عامل نان، ممكن تخليها 3 دي تكست وتبتدي تعمل له بريفيو او تغيره، ممكن تخليه بلانك شاشه سوداء او اي حاجه من الاوبشنز دولت، وانت هنا بتستنى الوقت لغايه وقت كام علشان تبدا اشغل السكرين سيفر مثلا. ديت القصه بتاعت السكرين سيفر. تمام. ده بالنسبه لتغيير الثيمز. ومن فين انزل
ثيم. طيب برضو كان في اكتر من طريقه، انا قلت كليك يمين وبيرسونالايز، في ناس جابتها من ستارت ان كنترول بانل. لو انا كنت شغال على سمول ايكونز هدور على دي فور ديسبلاي، ومن ديسبلاي اكشولي هعمل بيرسونالايزيشن، هوصل للقصه ديت. او لو انا كنت شغال في الكاتيجوري هدور على طول على appearance and personalization، ومن personalization هضغط على personalization وابتدي اختار منها الاثنين او كل الطرق بتؤدي الى حاجه واحده. ده بالنسبه لي المهاره بتاعت ازاي اغير themes ومن فين انزل themes. طيب النقطه الثالثه هنتكلم عنها الخاصه بايه، اعدادات الماوس، الماوس سيتنج، ازاي افتح نافذه اعدادات الماوس. كان عندي برضو اكتر من طريقه وحضراتكم قلتوا فيها شغل جميل جدا ورائع جدا. واحده منها مثلا انا افتح قائمه ستارت وبعدين اختار الكنترول بانل، ومن الكنترول بانل سي مثلا انا اختار سمول كاتيجوري وادور على ام فور ماوس، ومن الماوس ادي تفتح لي الماوس بروبرتيز، خصائص الماوس. او سي مثلا في ناس جابتها بطريقه ثانيه، الناس جابتها بكليك من personalize وchange mouse pointer. سي انا كنت جبتها بطريقه ثالثه بامر في الرن، سي انا هفتح قائمه start then run واكتب الامر اللي اسمه ها ممتاز يا شباب main.cpl main.cpl، ابتدي اضغط اوكي هيبتدي يفتح لي نافذه الماوس بروبرتيز. وقلنا فيها هنحاول نتكلم عن النقط اللي احنا اتكلمنا عنها في السكشن ديت. بوتون كونفيجريشن، لو انا كنت الوضع العادي ان الكليك يمين بتفتح لي القائمه والكليك شمال لما بضغط عليها بتنفذ الامر، لكن اكشولي في الليفت هاند الوضع العكس. لما اضغط كليك، خلينا نعمل ابلاي كده، لما اضغط كليك يمين هيفتح يمين او سي، خلينا نعمل اوكي، لما اضغط كليك يمين في الليفت هاند والرايت هاند بتبتدي تعكس القصه ديت. خلونا نفتح الران تاني كده مين دوت سي بي ال. الليفت لو انا كنت ليفت هاند اكشولي هي ديت على فكره شباب انا ماسك ماوس عشان كده مش مطبقه معايا لمن لا يعلم، بس هي هتطبق في التاتش باد بتاعي. يعني انا همسك التاتش باد، انا كده عملت كليك شمال مش كليك يمين، شايفين؟ فالقصه اتعكست. خلونا نرجعها زي ما كانت الرايت هاند، لما اعمل كليك يمين هيبتدي يظهر لي الكليك يمين. فده معناه الناس اللي بتبتدي تشتغل يمين او شمال على حسب ايديها. يعني الدبل كليك سبيد خاصه بسرعه الدبل كليك. خلينا مثلا احنا موجودين على فولدر هنا، تخيل انا في الفولدر ده لما اضغط دبل كليك بيبتدي يتفتح بكيفيه معينه. خلونا نقلل السرعه شويه ونضغط كليكين بالراحه، اهو شفتوا او بالراحه اكتر، 1 كليك 2 كليك اهو ضغط بالفعل. طب خلونا نفتح نخليها فيري فاست ونعمل ابلاي، 1 كليك الثانيه ما فتحش، فاهمني؟ منين؟ واحده ثانيه ما فتحش، يبقى لازم اضغط بسرعه جدا عشان يبتدي يفتح. ده الفرق ما بين الاثنين دول. خلينا نرجعها الوضع الافتراضي وافتح من سي بي ال ثاني اكشولي زي ما هي، ما فيش مشاكل. اوكي خلونا نرجعها للمنتصف على سبيل المثال. طيب التطبيق الثاني بوينتر، عندي السكيم، السكيم ديت اللي هي خاصه باشكال الماوس اللي هو البوينتر نفسه، شايفين البوينتر اللي انا كنت واقف عليه شكله يبقى عامل ازاي. عندي حاجات كتير، عندي في الهيلب، وعندي وانا بعمل لودنج، وعندي وانا مثلا بكتب هاند رايتنج، ولو كنت بكتب بقلم، ولو انا كنت عايز اعمل اشد نافذه من الجنب من فوق من تحت عامل موف، وهبتدي اعمل شكل الماوس وهو لينك، عباره عن اشكال كتير. ومن ضمنها نفرض مثلا انا اختار بلاك سيستم تشيم، ده مثلا بصوا شكل الماوس ابتدي يبقى اسود زي مثلا ما هو موجود في الافتر افكتس، وده شغل يعني بيتغير في شكل الماوس. اسمها ديت كيوريسور، انت ممكن المفتاح بتاعك ماوس كيوريسور، ممكن تدور في الانترنت على ماوس كيوريسور وابتدي يديلك اوبشنز او يديلك خيارات خاصة بالماوس كيرش. هنتكلم عن البوينتر اوبشنز، خيارات ديت. اخدنا الموشن، في الموشن الاول خاصة بسرعة الماوس، يعني خلينا نعملها فاست كده، بصوا الماوس بيجي سريع جدا، او خلينا نقللها شوية حتى انا مش عارف كنترول اي، بطيء جدا اهو باينة خالص انها بطيء جدا. خلينا نخليها مثلا في المنتصف عشان انا شغال ببوينتر سي. سناب تو الامر ده خلونا نشوف تأثيره كده. ادي ابلاي، انا اعمل ابلاي هو كده متفعل، ونعمل اوكي. بصوا يا شباب انا هفتح ستارت ذن كنترول بانل، بصوا كده خدوا بالكم من شكل الماوس، انا موجود على الماوس، يعني انا البوينتر الماوس بتاعي موجود على التبويب ماوس. لو ضغطت عليه اوكي بصوا الماوس هيروح فين، كليك عليه اوكي الماوس بتاعي رجع للاوكي الزر الافتراضي، وديت ده معناها ان هو السناب تو اوتوماتيكالي موف بوينتر، ودي لي شكل الماوس على طول للزر الافتراضي. طب خلينا نشيل القصه ديت، نشيلها من هنا ونعمل اوكي ونشوف شكل البوينتر، شكل الماوس. بص انا اضغط على ماوس، بصوا على شكل الماوس موجود فين وهيروح فين، شكل الماوس موجود، ادي الماوس موجود، لكن اكشولي هو موجود زي ما هو حتى ما اتحركش، تمام؟ وده اللي بتعمله البتاع ديت التشيك بوكس ده.
بس بلاير هي خاصة بالتسجيل، هايد بونتر ديت كنا اتكلم او سألناها، كنا عملناها كسؤال يعني، وانا مش هجاوب عليها. الاداء الشو لوكيشن اللي هي الدايرة لها التشيك بوكس ديت بتحاول تظهر لك الماوس لو انت كنت تايه، او لو انت كنت بتشرح لمجموعه لناس مهاره معينه وايه الماوس بتاعك هم مش شايفين او كده، ممكن تستخدم المهاره ديت اللي هو ديت العجله. العجله اللي هي السكرول اللي في الماوس معناها انها تنزل لك. انا عندي عجلتين، فيرتيكال اور فيرتيكال اللي هي راسيه تنزل لتحت، او لو كانت هوريزونتال انا برضه عندي مش مشكله. طب خلينا نعمل لارج ايكون، اظهر لي البار ده البار. طب اكشلي انا لو نزلت بالعجله ده اللي كنت بتكلم فيه، انا انزل لك كام سطر بالظبط، ده اللي هو كان يقصده بالظبط. نمبر اوف لاينز ات تايم، كل مره في العجله الواحده انزل لك كام سطر سيف، مثلا على سبيل المثال 15 او هكذا. تمام. هاردوير التوصيف والديفايس سيتنج ده خاص بالتاتش باد نوت بالماوس. ده بالنسبه لاعدادات الماوس. تمام جميل. المهاره اللي بعد كده الشباب خاصه بتغيير دقه عرض الشاشه اللي هو السكرين ريزوليوشن. سكرين ريزوليوشن كليك يمين، خلينا نختار سكرين ريزوليوشن، دي كانت واحده منهم واللي من ضمنها اختار الريزوليوشن اللي انا شغال عليه. اور سي مثلا، في ناس جابتها من قائمه من ستارت ذن كنترول بانل ذن، خلونا نخلي الايكونز مثلا سمول، انا بدور على ديسبلاي، ومن ديسبلاي اروح اجيب ادجست ريزوليوشن. ادجست ريزوليوشن هفتح لي نفس القائمه، انا جبتها بطريقه وحضراتكم جبتوها بطريقه ثانيه. بص على سبيل المثال امر كتبناه في الران كان، ها مين فاكر؟ رائع شباب. ديسك دوت سي بي ال خاصه بالديسك توب ريزوليوشن سي على سبيل المثال. مثلا انا عندي الريكومندد بتاعي عشان الشاشه بتاعتي ال سي دي او شاشه تقريبا ليد، فبيقول لي ريكومندد، ده الافتراضي ده الافضل يعني ان انا اشده لاخر حاجه. بس اكشوالي القصه ديت على حسب ما انت يريحك. ده بالنسبه للسكرين ريزوليوشن. جميل. خلونا نتكلم طيب عن الصوت. الايكون بتاعه الصوت اهي، لو انا كنت عايز اعلي او اوطي، ممكن كل اللي انا بعمله ان انا بسحبها فوق او اسحبها لتحت، او ممكن انا اكتب امر في الران اسمه ام، اسمه يا شباب ها ام ام اس واي اس. رائع يا شباب. ام ام اس واي اس هيبتدي يفتح لي القائمه اللي هي خاصه بالساوند، اللي هي بالظبط زي ما بعمل انا على الساوند، كليك يمين واختار ايه واختار ساوندز، هيديني القائمه الخاصه بيه، البلاي باك والريكوردنج، ولو انا كنت بسجل دلوقتي اهو لاين مايك بتاعي، والساوندز والكوميونيكيشنز الخاصه النافذه الخاصه بالساوندز. طب خلينا نتكلم عن الوقت والتاريخ، نجيبها من فين؟ ها عايز اغير التاريخ، ابدي اضغط على التاريخ كليك شمال وادي تشينج ديت، وابتدي اعمل تشينج واغير في التاريخ. طيب في ناس هتجيبها بطريقه ثانيه، رائع. من قائمه ستارت هتبتدي تدخل على كنترول بانل، من كنترول بانل هدور على ديت تايم اور سي ديت 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 جاست ديت اون تايم، وبنفس الفكره وانا جبناها بطريقه ثانيه خالص، من قائمه ران كتبنا ديت ان انجلش ديت تايم دوت سي بي ال ديت تايم دوت اكشوالي بيت اور، مش مشكلة انا اتلخبطت بس بصراحة اسف جدا. كان اسمها تايم تايم ديت دوت سي بي ال، تايم ديت دوت سي بي ال المفروض تظهر لك بالظبط كده يا شباب، النفس بتاع التغيير التاريخ. طيب خلينا نتكلم عن ازاي نبتدي ننقل شريط المهام من اي مكان لاخر. اول نقطه، خد بالك ان شريط المهام مش متامن، فبالتالي لما ببتدي اسحبه عشان اوديه اي مكان مش بيبتدي يروح. خلينا نلغي التامين او نلغي اللوك، ادي اول طريقه، كليك يمين عليه والغي اللوك، او اني افتح البروبرتي بتاعه والغي اللوك. الاسهل لك فيهم هتلاقي ان ظهرت لك شويه نقط هنا وشويه نقط هنا من اي حته فاضيه في التاسك بار مش في النوتيفيكيشن اريا، دي اسمها نوتيفيكيشن اريا، وده اسمه ده كله اسمه التاسك بار، دي اسمها نوتيفيكيشن اري. تمام. ابتدي اسحبه وادي يمين او فوق او تحت، هيتغير هيتحرك معايا بسلاسه جدا. كمان ممكن اغير الطريقه ديت خالص، ومن بروبرتيز تاسك بار لوكيشن اون سكرين ممكن اخليه توب اور ليفت، خلينا مثلا نخليه توب ونعمل ابلاي، هتلاقي راح للتوب بالفعل بنفس الكيفيه بالظبط يعني. تمام. خلينا نرجعه مكانه في البوتن ونعمل ابلاي. ده بالنسبه للتحكم فيه بالطريقتين. كمان طالما انا فتحت اللوك يبقى هو معايا ريسايزبل اهو، بيمكن يكبر وممكن يجي ريسايزبل قبل ان هو ايه يتمدد او ينكمش. اهم حاجه بعد ما نخلص حركته او كده نبتدي نرجع اللوك مره ثانيه او نقفله مره ثانيه. ايه ثاني معانا في التاسك بار يا شباب بروبرتيز؟ ناخد الخصائص بالمره. اولا اتكلمنا عن اللوك ده التاسك بار. الحاجه الثانيه اوتو هايد، وديت مهاره خاصه بالاوتو هايد باينه جدا ان هو يبقى مخفي، لما اجي عليه بيبتدي تعمل له هايد. احيانا بتحتاج لما تفتح ابلكيشنز بتحتاج انت تملى معاك الشاشه بالكامل. يوز سمول ايكونز، انا اكشولي يوزد، انا نستخدم اسم الايكونز، خلينا نلغي الاستخدام ونشوف الفرق في شكل الايكونز بتاعي ابتدى ايه بيبقى اكبر. خلينا نعمل يوز سمول ايكونز عشان البرامج بتاعتي كتير.
طيب التاسك بار لوكيشن اتكلمنا عنها، التاسك بار بوتونز. بالنسبه للبوتونز اللي هي الايكونز نفسها، سي انا فاتح مثلا ويندو ديت، خلينا نقول انا فاتح ويندو الخاصه بالداونلودز، بصوا شكلها ازاي ان تاسك بار. في التاسك بار من تحت شكلها ايكون بس. طيب خلونا نقول اولويز كومباين هايد ليبلز، ما في اي فرق. طيب هنختار كومباين هو التاسك بار از فول، جيد. او ده معناه شفتوا هي اتغيرت ازاي، ظهر لي الايكون شكلها وظهرت لي الكلمه. إيه ونفس الفكره دي البرنامج التسجيل بتاعي كامتاجيا، وادي التاسك بار اهو، شايفين التاسك بار والكلمه بقت فين، هو ابتدى يعمل كومباين، يعني يبتدي يعمل لها شرينك، يقللها كده على حسب التاتش بار، التاسك بار لو في ايتمز كتيره او لو ما فيهوش. يعني مثلا بص كده تاسك بار اند اس وتحت منها ثلاث نقط، وده معناه ان في ايكونز لسه. خلينا نقفل الداونلود وبصوا على الكلمه كده اهو، ستارت ابتدت تزيد، وده معناها اللي والله على حسب ما التاسك بار يبقى فول يبتدي يعمل لها شرينك، قللها شويه. والله لا اولوز نيفر كومباين، اياك تعمل لها كومباين. طيب ما هو مش هيعمل لها كومباين، بس هيلاقي من فين ما التاسك بار عندك مليان. ماشي خلينا نعملها اولوز كومباين ليبلز، هيخليها لي في وضع الليبل على طول من غير ايه، من غير ولا ايكون ولا اسمها. نوتيفيكيشن اريا اللي هي القصه ديت الشويه دول الجماعه اللي على اليمين دول اسمها نوتيفيكيشن اريا. خلينا نعملها كاستمايز كده ونشوف. انا هي مش متاكتفين ليه، لان انا بقول اولويز شو، انا خلي لي كل معروض. انا ممكن اتحكم في احد واحده واحده، الوان نوت مثلا ممكن اخليها شو اور هايد اور ان شو كده يعني، تمام اتحكم فيها. بس اكشولي انا اخليهم كلهم شغالين ونفنش الامر بيه. اوكي الايرو بيك، نشكر عبد الله على المعلومه ديت. الايرو ديت خاصه ظهرت في ويندوز 7، ممكن تكون كانت تقريبا كانت موجوده في فيستا الخاصه بالشفافيه. يعني بص كده لما تمسك التاسك بار تشوف اللي وراه اهو. بص يعني انا شايف ملف الميوزك اللي هو ده الام 3 اهو متداري وراها، ده اسمه الايرو الورثيم. لما بكون معلم على ديت انا عندي مساحه على اليمين خالص بتعمل لي شغل الديسكتوب اهو، شوف انا ما عملتش كليك عليها، انا بس رحت عندها تمام، هيبتدي يعمل لي شغل الديسك توب ويخلي لي كل الويندوز ايرو، كل الويندوز النوافذ المفتوحه يعني ايه ايرو شفافه. طيب خلونا نلغيها كده ونبتدي نعمل ابلاي ونروح عليها، مش هتتاكتف، انا تتاكتف لما انا اضغط عليها هتروح مودياني للديسك توب تمام، لكن خلونا ناكتفها كده ونعمل ابلاي سي. اول ما امشي عليها بس مش محتاج اعمل كليك، هوفر بس عليها بتبتدي تاخد لي الشكل ده. بس دي طبعا بتتطبق امتى؟ لما يكون الثيم ايرو. ده بالنسبه للتاسك بار. خلينا نتكلم عن ستارت منيو سي. ممكن الباور بوتون اكشن، يعني بصوا كده انا لما افتح ستارت الباور بوتون واقف على ايه سي، ممكن اخليه واقف على هايبرنيت مثلا، ده اللي كان انا بنتكلم فيها، ممكن اي كده يبقى هايبرنيت او ايا كانت واحده من الجامعه دول زي ما اتكلمنا عنها. انا ممكن اعمل كاستمايز عشان اعمل كاستمايزيشن للخصائص اللي موجوده فين في قائمه ستارت سي. الكمبيوتر ممكن اظهره كلينك، اكشولي هو ظاهر كده كلينك اهو، يعني مجرد ما اني اعمل كليك عليه يوديني على الكونتنت بتاعه. ممكن اظهره كمنيو لو انا عملت اوكي، خلينا نشوف منيو سي، خلينا في ابلاي، ادي كمبيوتر كمنيو، يعني قائمه هتودينا تفتح لي لسته فيها مجموعه من الاوبشنز، فيها مجموعه من الخصائص. استنى كان اني ممكن اعمله دونت ديسبلاي اساس، انا مش عايز ماي كمبيوتر يبقى شغال، فساعتها مش هلاقي ماي كمبيوتر موجود. سي خلونا نتكلم، خليها ديسبلاي از لينك اور كونكت تو، انا ممكن اعمل الكلام ده للكنترول بانل، ممكن اتحكم في الديفولت بروجرامز تظهر اور ديفايس ماي برنترز الكلام ده يظهر ولا لا، هم موجودين. ادي ران وادي الديفولت بروجرامز وادي ديفايس اند برنتر وادي الكنترول بانل وادي الدوكيمنت وادي اليوزر فايلز والكلام ده كله بيكون موجود. كمان ممكن اتحكم في الهيلب انها تظهر اور هوم جروب الشبكه والنتورك تظهر او ما تظهرش اور البيكتشرز قائمه الصور، ممكن اتحكم في الران انها تكون موجوده او ما تكونش موجوده وهكذا تمام. ديت نقطة. خلينا نتكلم بعدين في الستارت منيو سايز نمبر اوف ريسنت بروجرامز تو ديسبلاي ريسنت بروجرامز، اللي هم بيكونوا اخر حاجة انت شغال عليهم، يعني اكشولي اخر برامج انا كنت شغال عليها برنامج داونلود ونينجا داونلود والميديا سنتر والانترنت اكسبلور وبرنامج التسجيل، دولت اخر برامج انا كنت شغال عليهم. اكشولي انا كنت فتحت اي برنامج تاني سي مثلا، خلونا نفتح تورنت مثلا سي على سبيل المثال، وادي اكس عليها، خلونا نقفله خالص كده، افتح ستارت هلاقي التورنت نزل لي اهو، ده ريسنت. طب انا ممكن اتحكم اعمل كنترول فيها ما اخليش 10، اخلي مثلا سي واحد بس، وساعتها لو عملت ابلاي اور اوكي سي نعمل ابلاي وابدا قائمه ستارت هيبتدي يخلي لي واحد بس. لا يا عم ده مش واحد بس، دول ثلاثه، خد بالك من نقطه، دول معمول لهم بن، يعني دول متثبتين. لو انت اخدت بالك ان في خط هنا
خط يعني دولت معمول لهم بان، ودولت البرامج العاديه. انا ممكن اعمل بان لحاجه معينه في قائمه ستارت، سي مثلا. لو انت كنت بتستخدم مثلا برنامج الفوتوشوب وعايزه دايما يبقى موجود في قائمه ستارت، انا خليني افتح ادوبي ماستر كولكشن سي 6 ونقول مثلا والله بستخدم البي اس في ذا بي اتش الفوتوشوب، نقطة 64 كليك يمين وهبتدي اعمل له هو بن على ايه؟ بن تو ستارت منيو. بصوا الفرق، انا عملت له بن على ستارت منيو. طب انا موجود في ستارت ما حصلش حاجه، لا خلينا نرجع باك وسي اهو اتحط هنا. اهو دولت الحاجات اللي معمول لهم بن، غير الحاجات اللي هم اتفتحوا ريسنت، دولت اللي اتعمل لهم بن. كمان ممكن بكليك يمين عليه واعمل له ام بن تو ستارت منيو، ده اعمل له ام بن تو ستارت منيو. ماي كمبيوتر اعمل له برضه ريموف ذس ليست، انا مش عايزه كده، انا ما عنديش اي بن على قائمه الستارت منيو. ديت قصه ان ازاي اعمل بن لحاجه معينه جوه الستارت على حسب برضه استخدامك. سيب ده مال كاستمايز تاني. النقطه الثانيه بتاعت نمبر اوف ريسنت ايتمز تو سبيل ان جامب ليست. الجامب ليست هي ايه؟ الجامب ليست ديت ماشي، خلينا نعمل يوز ديفولت كده في الاول ونعمل اوكي. إيه طيب، هو ايه ذا جامب ليست؟ فين الجامب ليست ديت؟ الجامب ليست اهو، بمجرد مني مثلا سي اي ايتم او اي برنامج اضغط عليه كليك يمين بيفتح لي قائمه، هي ديت اسمها ايه؟ اسمها جامب ليست. اكشن انا فضيت الكلام ده كله باخر حركه انا كنت عملتها، كما اني عملت يعني رجعت الديفولت. ديت بيكون فيها الحاجات اللي انا كنت اخر حاجات انا كنت شغال عليها، فريسنتلي حاجه اخر حاجه انت كنت شغال عليها ايه هي؟ فبالتالي بيبقى من السهل عليك انت لو فتحت حاجه معينه تلاقيها شغاله. سي مثلا انا هفتح الميديا بلاير ولنفرض مثلا ان كنت شغال على اغنيه معينه بس انا مش عايز اشغلها بصراحه يعني. طب خلونا نعمل كده في الاول، نعمل ابلاي، هننشط ديت وهنتكلم عنها ايه، وخليها 10 وقبل ابلاي اوكي. وسي مثلا انا على سبيل المثال هبتدي اروح على ايه؟ على الاون نوت وابتدي اعمل نيو كويت نوت مثلا. سي على سبيل المثال ده مثلا انا هضربه مع حضراتكم علشان نبتدي ننفذ الفكره ديت او نشوفها وهي بتشتغل. مثلا على سبيل المثال انا هبتدي اكبرها واجيب مثلا درو، هكتب اي شيء، خلونا نختار لون سميك شوية واكتب مثلا بسم الله. جميل، انا بجرب تمام، هبتدي هعمل حفظ او سيف اس الحاجة اللي انا كنت شغال عليها ديت. وفين وير ذا سيف؟ انا ممكن احفظ ازاي؟ طيب ماشي، هي كده انتايتلد، خلينا نعمل كليك يمين. وير ذا سيف؟ انا بحفظ ازاي في الاون نوت صراحة مش عارف. طب خلينا نروح لقائمة هوم. ماشي مش مشاكل، هنعمل اكس. طيب ادي اكس، يعني انا كده حفظت شيء. خلينا نروح لاون نوت مرة تانية ونعمل كليك يمين. لا لسه برضه، المفروض ان انا ابتدي اعمل لها سيف علشان تبتدي تظهر معايا. طيب انا كنت فاتح واحدة جديدة، ادي ديت اللي انا كنت مثلا على سبيل المثال ديت انا كنت حافظها، ابتدي اعمل لها ايه؟ سي ديليت يس، انا كنت حافظ ديت من قائمه فايل برنت اور شير، ممكن اعملها اكسبورت بت اكشولي سيف مش لاقيها. ماشي، يا ريتني ما عملت على الاون نوت. ماشي، يا رب ما اكون شتت الناس بس ما فيش مشاكل، انا بالنسبه لي الوضع عادي جدا. خليني طيب ادي نيو، والمثال اللي احنا عملناه في السكشن اي مثلا هنقول اي اس دي، ده ملف وورد. بالمره ناخد المهاره اللي بعد منها يعني تمام، ازاي اعمل لبرنامج معين بين على التاسك بار اهو، بسحبه كده وابقى هو تعمل له كده بين على التاسك بار اهو اللي انت شايفه كويس. ما انا عملت بين اهو، ده البين اهو، ده اتعمل له كده بين للفولر نفسه. طيب انا لو كنت شغال على حاجه تاني فلنفرض انا هنسخه وده كان عباره عن ملف تاني وانا برضو كنت شغال عليه مثلا تمام. سي انا فتحته اهو، انا مسيفه، هو ما فيهوش اي شيء، لكن اكشولي هو ريسنتلي اتفتح يعني هو اخر حاجه كانت شغاله. وبصوا فايده الجامب ليست انها بتعمل لك ايه؟ لما تكون اخر حاجات هي شغاله المفروض لما تضغط كليك يمين اهو تلاقي ادي الاي اس دي، ده اللي معمول له بن، والاي اس دي اف ده اللي اتعمل له ايه؟ او ده اللي اتعمل له ريسنت، اخر حاجه كانت موجوده، وده اللي هو بتعمله ايه؟ البن. ديت نقطه ماشي. خلونا نتكلم في ايه تاني؟ طيب احنا كنا برضو لازلنا في خلونك في الاون نوت عشان بس ما اخدش مساحه ونمسح الفايلين دولت. كنا لازلنا بنتكلم في التاسك بار بروبرتيز او ستارت منيو، كنا لازلنا في النقطه ديت ستور
store and display recently open in TOS in start menu. لو انا كنت لو انت كنت عايز تظهر بالفعل الحاجات اللي اتفتحت في start menu خلاني الغيها كده وبص على start ولا كاني فتحت حاجه. طب تخيل انا لسه فاتح اهو، ولنفرض انا فتحت مثلا نيو تورنت، او انا مش لسه فاتحه او انا مش كده فتحته، خلينا نقفله كده ونفتح ستارت ولا كانك فتحت حاجه عشان انت شلت له الخيار ده. وده برضو خاص بالستور ديسبلاي لمين؟ الحاجات اللي موجوده في التاسك بار. يعني لو انت لغيت الاوبشن ده فبالتالي مش هيخلي لك النقط ديت، تمام؟ يعني لو لغيت الاوبشن ده دي ابلاي كليك يمين، هي هو ده عشان معمول له بين، بس اكشوالي مفيش ريسنت، مفيش ريسنت، يعني ده معمول له بين. انا ممكن اعمل له هو بين مش عشان البرنامج ده، مش برنامج لورد ده، عملت بين للابلكيشن اللي انا كنت فاتحه، تمام؟ ده الاسم، ولكن ريسنت الحاجه اللي هي انا كنت شغال عليها اخر حاجه اتشالت، تمام؟ ده الفرق. خلونا نرجعهم الافتراض زي ما هم. احنا اتكلمنا عن التول بارز واتكلمنا عن التابلت بي سي ديت. جيد. التحكم في حجم شرطناها اتكلمناها، وضع الاختفاء التلقائي للجمب ليست، بقيه خصائص النوتيفيكيشن اريا هنتكلمنا عنها. شفنا خلينا نتكلم عن خصائص الستارت، اتكلمنا عنها ازاي نبتدي نستدعي نافذه معينه. خلينا نقول من اول خالص، ادي عندك ويندوز مع حرف الاي عشان نبتدي اعمل لك اكسبلور، وديت مهاره مهمه جدا وشرحنا فيها ازاي نبتدي نستخدم الفلاشه سيفلي. قلنا حط اليو اس بي بتاعك واضغط شيفت عشان ما تخليش فرصه للاوتو ران ان هو يبتدي يتنشط. ومن قائمه تولز فولدر اوبشن او من اورجنايز تبتدي تروح لفولدر اند سيرش اوبشن، او ممكن تروح على ستارت ذن كنترول بانل. ومن ستارت كنترول بانل هتدور على F for folder option. كل الطرق تؤدي الى fonts folder option، كل الطرق تؤدي الى folder option. ومن الطبيعي الثاني view تبتدي تعمل show للهايدن فايلز، واهم شيء ان انت تشيل الصح من هايد بروتكتد اوبريتنج سيستم عشان تبتدي تشوف ايه اللي بيحصل. هتلاقي حاجات غريبه، مثلا هتلاقي ملفات انت ما كنتش تشوفها بتبتدي تظهر، هتلاقي ملفات التمب اللي بتتعمل مثلا بيعملها برنامج لورد انت بنفسك بتشوفها. ديت حاجه كويسه عشان تبتدي تشوف الوضع كويس، تمام؟ بعدين تبتدي تدخل على الفلاشه بتاعتك، ونفرض مثلا انا هدخل على البار اللي على الشمال ده، تمام؟ يعني مش هضغط دبل كليك خالص، هنسى حاجتين اتنين زي ما اتفقنا، هنسى الدبل كليك وانسى الانتر تماما، وابتدي ادخل اعديه وابص على الفيرشنز بتاعي، هلاقي حاجات انا ما كنتش بشوفها زي ريسايكل بين سيستم بوليان مثلا على سبيل المثال. اي حاجه موجوده على الفلاش انا مش حاططها ابتدي اعمل لها ديليت او شيفت ديليت، تمام؟ لانها يعني ايه مش بتاعتي، وهتكون تقريبا لو انت كنت عارف كويس ملفاتك ايه يبقى ده مش بتاعك، يبقى ده ملف فيروس، تمام؟ جميل. خلينا نتكلم عن مكونات النافذه ديت، عشان انا مش عارفها بالظبط هي ايه، لكن مع اللاي اوت المنيو بار اللي هو فيه الفايل والاديت والفيو والتولز والكلام ده، كما اني عندي الديتيلز بان اللي هو من تحت خالص على حسب الحاجه اللي انت واقف عليها. في لو انا كنت واقف على الفولدر ده هيتحول لي باسمه، لو انا كنت واقف على ايتم معينه هيجيب خصائصها هي مساحتها وسي مثلا. ده اسمه ديتيلز. النافيجيشن ده علشان يعرض لك اعمل لك نافيجيشن لاشياء معينه. خلينا ندخل مثلا على اندر رينج وسي صوره مثلا، هبتدي اعمل لك بريفيو ليها، ده مش بس بريفيو لصور، ممكن اعمل بريفيو ليه ملفات بي دي اف كام لو انت تبتدي تتعامل معاها وتبتدي مثلا سي تقراها تنزل وتشوف هي فيها ايه. ده مش بس بي دي اف بس، ده ممكن تعمل شو لملف بي اس دي بس سي سي اكشولي نمبر فيو، يعني عشان الاصداره كبيره شويه تقريبا، بس في اصدارات زي فوتوشوب ب8 كان ممكن يعملها بريفيو يعني. اوكي مفيش مشاكل، خلونا نعملها كده بس على سي تصوير. خلونا نعملها على ملف فيديو مثلا سي ده. اكشولي انا مش هشغل الصوت عشان ما يحصلش تعارض ما بين السماعات اللي انا بتكلم فيها وما بين الصوت اللي هيطلع من القصه ديت، فانا بقول لحضراتكم انتوا لو شغلتوا البريفيو هيبتدي يعمل لك بلاي بالفعل يعني، تمام؟ والتاسك او تحت البان ده بيبتدي يظهر لك الفرام ويدث والفرام هايت والريتنج والمعلومات والويدث والكلام ده، تمام؟ ده بالنسبه ليه لاي اوت. ممكن احذف اي حد منهم، خلينا نحذف النافيجيشن بان اللي هو على الشمال اهو، الجزء ده اسمه نافيجيشن بان، ده مهم جدا على فكره، دايما خليك موجود فيه. انا نحذف البريفيو بان اللي مش عايزه بيضايق لي الشاشه. ده مكونات ايه الويندو. هنكمل زي ما احنا كده واستخدمنا اتكلمنا عن استخدام الامن في للفلاش ديسك. خلينا نتكلم عن ازاي نفتح ويندوز جديد من الكيبورد. سم شورت كات فور كيبورد، ادي كنترول مع حرف الان ابتدي يظهر لك ويندو جديد. الويندو اللي انت موجود فيها ابتدي يعمل لك منها ويندو جديده، زي بالظبط انت ما تكون موجود في الوورد ابتدي تعمل كنترول ان ابتدي يعمل لك ابلكيشن جديد على مين؟ على نفس النافذه المفتوحه معاك. طيب اوكي، وات شال كنترول شيفت اندو رائع، بيبتدي يعمل لي نيو فولدر. كنترول شيفت ان بيبتدي يعمل لك نيو فولدر، شيفت ديليت سي. انا عايز اروح لاول عنصر في النافذه
كليك عليها سيلكشن بين هوم، اكشولي انت على الهوم، انا في الهوم. طب سي انت هيوديك على اخر عنصر موجود فيها. سي مهاره جميله جدا طبقت في السكشن هاو كان اي يوز هوم اند فور سيلكتنج ادي. ماشي اوكي انا معاك على اخر عنصر، ابتدي اضغط شيفت هوم هيحدد لي كل العناصر ما بين، علشان شيفت ده ببتدي يحددها لي. مثلا لو انا كنت موجود في اول عنصر شيفت ذن اند هبتدي احدد لي بقيه العناصر ومعايا شيفت والاتجاهات علشان ابتدي الغي سيلكشن، ومعايا الباك سبيس عشان ابتدي ارجع سيلكشن تاني بكنترول سي. انا عايز ده عايز ده مش عايز ده عايز ده، القصه ديت اللي احنا طبقناها. طب سي وات سي وات شال اف 11 دو بيبتدي يعمل لي زي ما احنا شايفين فول سكرين مود، بتحتاج لما تكون بتعمل براوزنج ارجعها تاني نفس الزرار اف 11 بيخفي لي كده الحاجات اللي هي ايه يعني بتحتاجها لما تكون الريدابيلتي، لما تكون مثلا بتقرا ملف معين انا محتاج الشاشه بحجمها الكبير عشان اقرا يعني. سي طيب انا ازاي اجيب، انا عايز اجيب خصائص ديت، الخصائص بتكون نسبه منها موجوده في شريط الخصائص، او ممكن اعملها كليك من بروبرتيز، او انا عايز ديت بس باختصار على الكيبورد يا شباب، هي كانت عباره عن الت انتر، اعمل سيلكت، اعمل سيلكت على العنصر اللي انت عايزه بعدين الت مع انتر ابتدي ايه يخلص لك القصه ديت. السكرول بتاعت فيها مشكله، كنت اتكلمت عن ازاي ابتدي اغير في احجام العناصر اهو، بس هي بطيئه شويه، بعمل كنترول وابتدي اغير في السكرول العجله بتاعتك، لو عملت زوم لجوه ابتدي يكبر لك، زوم لبره رجعت السكرول لورا ابتدي يصغر لك ايه العناصر. طيب واتشال الرمز الويندوز، نجمه ويندوز بتعمل ايه؟ بتفتح لك قائمه ستارت سي. طب ويندوز مع حرف الدي بتوديك على الديسكتوب. طب ويندوز مع حرف الام سي، لو انا كنت فاتح عادي ويندو وفاتح مثلا سي ديت ويندو ثانيه انا مش كونكت بالانترنت، لو ويندوز مع حرف الام هتبقى تعمل لي ايه نفستين، لو اخدت بالك الاثنين كده هم مينيمايزد للتاسك بار، اتصغروا للتاسك بار. طب انا ارجعهم ازاي؟ انا حطيتهم بويندوز ام تمام، نجمه ويندوز مع ام، مين محتاج مين؟ رائع، محتاج العاكس او الزرار العالي اللي هو شيفت. طب شيفت ويندوز ام ابتدي يعمل الاثنين ايه الاثنين ماكسمايزيشن. لا يا عم ده عمل لوحده بس، لا اعمل مينيمايزيشن لديت هتلاقي الثانيه موجوده ورا منها تمام. ويندوز دي ويندوز ام، عملته ويندوز ال علشان يعمل لوك، انا مش هعملها بصراحه لاني مش عارف ممكن يعمل ريكورنج للشاشه ولا لا تمام. مش هعمل ويندوز ال يا شباب. ايه معايا تاني؟ طيب ويندوز مع اف المفروض ان هو يظهر لي ال سيرش تقريبا ويندوز اف، بس اكشولي انا بدور هو هي تظبيطه معينه، انا كنت بس مستخدم برنامج اسمه ال جوجل ديسكتوب ده، انا كده حتى عامل سيرش على ايه على الانترنت، فانا انت حضرتك ممكن لو طبقتيها من غير البرنامج العجيب ده هيبتدي بالفعل يكون ويندوز مع حرف الاف سيرش فور فايلز. جيد ويندوز اف ويندوز ام ويندوز ال لوك البن. طيب خلينا نتكلم عن الفليب، ازاي اعمل فليب؟ ادي ويندوز الت مع تاب هيبتدي يعمل لك فليب، اللي انت بتوقف عليه وسيبه هيبتدي يثبته لك. طب الت مع تاب تاب تاني، انا وقفت هنا يبتدي يعمل لك فليب، اللي في فليب بال 3 دي ليها ويندوز مع تاب تاب فين تاب اكتر من تاب يبتدي يعمل لك فليب بس بصوره 3 دي او شيك شويه. طيب الت تاب ويندوز تاب ماشي ترتيب البن. خلونا نتكلم عن طريقة إخفاء ملف أو طريقة إزاي أخفي فولدر معين. سي على سبيل المثال لو أنا كان عندي الفولدر ده أخفيه إزاي؟ كليك يمين دين بروبرتيز وبعدين بعلم على هايدن دين أبلاي. طب على الفولدر ده ولا كله؟ لا الفولدر ده بس، وابتدي اعمل اوكي. طب يا عم ده مش ظاهر اهو، ده ظاهر ده مش اكشوال عشان انا ظاهر الملفات المخفيه، انا ممكن اخفي الملفات وما يظهرش معايا يعني، ركز في اسمه كده اهو. خلينا نفتح اي ويندو سي كمبيوتر مثلا، وادي من تولز ذن فولدر اوبشن ذن فيو، خلينا نعمل انشو او دونت شو هايدن فايلز، كان اسمه نيو فولدر اكشوالي ولا كانه هو موجود اهو كانه مش موجود. لكن لما حضرتك ترجع من تولز ذن فولدر اوبشن قائمه فيو تعمل شو الملفات المخفيه اوكي هتلاقيه هو رجع تاني اهو بس هو موجود فوق كده. جيد كما اني ممكن اشيل حته حيله كده صغيره كليك يمين ذن بروبرتيز ومن قائمه كاستمايز ممكن اغير شكل الايكونز، يعني على سبيل المثال اخليها الرمز ده، بصوا على شكل الايكون يا شباب اهي لو خليتها على الرمز ده اوكي خلينا نعمل ابلاي كده هيبقى شكل الماوس كده. طيب اوكي خلونا نعمل تشينج ايكون ونختار ملف فاضي حيله اي ملف دي الملفات الشيل ديت ملفات مهمه جدا يعني سي اوكي ابلاي كده ما بيجيش لي شكل، باقي المشكله فين؟ المشكله في اسمه، ازاي بقى نغير اسم؟ ديت كانت مره انا مستني استجابات حضراتكم علشان تحاولوا تنفذوها. ده تقريبا نسبه انا ما اظن يعني ورب ما اكون نسيت او اكيد انا كده كده ناس يعني، بس ايه لو انا نسيت حاجه ممكن نتداركها ونحاول نحلها ان شاء الله باذن الله في فيديوهات ثانيه.
انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله، وسعيد جدا بان يكون موجود مع حضراتكم، وبنشكر كل الناس اللي كانت انتر اكتف معايا، بنشكر الناس اللي هي كانت معاها كتب، وبالفعل انا او نشرت كتب او ناس نشرت لينكات، كنت اتمنى تفعلوا قصه ان حضراتكم يعني تجيبوا لي الميديا او شغلكم انتوا، مش لازم في الويندوز، ممكن في اي شيء، مثلا في الالستريتور ممكن ارفعه لك على المدونه وابتدي اعمل شير لي ويكون موجود معايا، وانا هحاول اعمل كده بالفعل. طيب سعيد جدا باستقبال اسئله واستفسارات حضراتكم اني تايم اني وير، وكل سنة طيبين يا شباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.